بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعة البيوت المحمية، اهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بنتكلم عن زراعة الفلفل الحريف داخل البيوت المحمية. الفلفل الحريف في كنيس ناس كتير هتقول لك هو رخيص، هو فعلا في الشتاء في الصيف بيبقى رخيص، ولكن في الشتاء طبعا بيبقى المردود بتاعه كويس جدا. في حد ما بيحبش الشطه؟ اعتقد كل الناس بتحب الشطه وخصوصا مدمني الكشري، تمام. يلا نزرع الفلفل، يلا نزرع الفلفل. ايه القوس اللي قدامك اهو زي ما انت شايف؟ اول واحد هيعلق لي ويقول لي انت عملت الماسوره ديت كبيره كده ليه يا عم انت؟ هو الفلفل هيطلع لي كده؟ والنبي يا اخويا لا يطلع لحد كده. انت شايف 40 يوم اهو توصل لحد فين؟ يعني هو خلاص بقى له يعني شويه بسطه وهيطلع لفوق. طب يطلع لفوق كده ولا ما شاء الله فيه؟ لا يا عم ده فيه ما شاء الله حاجات يعني تفرح، يعني ما شاء الله الحمد لله رب العالمين الامور كويسه جدا يعني. بنتكلم عن زراعة الفلفل. طيب بالنسبة للفلفل، التجهيز بتاع الأرض، التجهيز بتاع الأرض زي ما جهزت الخيار يا زول تقدر تجهز الفلفل بتاعك، تمام؟ زي ما جهزت الخيار تقدر تجهز الفلفل بتاعك بكل أريحية والدنيا عندك تكون كويسة خالص. أول حاجة هنحرت الأرض، هنحرت الأرض، هنحط المادة العضوية ودي ضرورية جدا عشان يديك نمو خضري، عشان ما يظهرش عندك لسعات شمس. لو أنت بتزرع بره في الأرض اللي بره ما يظهرش عندك لسعات شمس، لأن الفلفل بيتلسع منك. نتيجة إيه؟ نتيجة النمو الخضري عندك مش مغطي، فبالتالي بيتحرق منك الثمار نفسها، تمام؟ فندي نمو خضري كويس باستخدام إيه؟ يا ريت تكون سبلة كتكوت أو كومبوست كويس، تمام؟ المواد المعدنية اللي نحطها عليه ذكرناها قبل كده في الخيار وحفظناها في الخيار وحفظناها في الطماطم، واعتقد ان اي حد يقدر يسمعها. دي رقم واحد. رقم اتنين، الغريب بقى ان النسب ديت يعني مش يعني لازم بالورقة او القلم، لا على حسب خصوبة الارض بتاعتك. لو ارضك كويسة عادي، مش كويسة عادي برضو ممكن تزود شوية. لو الارض الخصوبة بتاعتها عالية ممكن تقلل شوية، تمام؟ بعد كده بتختار الصنف الكويس اللي هو في اصناف بتشتغل في الشتاء. في اصناف بتشتغل في الشتاء، يعني حتى داخل البيوت المحميه على فكره يا جماعه قد تصل درجه الحراره داخل البيوت المحميه لسبعة وستة على فكره، الكلام ده مش غريب يعني، واربعة كمان، فاهمني؟ عشان كده احنا دايما بنقول برضو نختار صنف يكون في الشتاء كويس، يعني ينتج في الشتاء او يقدر يشتغل مع الشتاء، تمام؟ هتقول لي الصنف ايه؟ هقول لك انا ما اعرفش، بس على الخاص هقول لك الصنف كذا ومن شركه كذا، تمام؟ بعد ما خدمنا الارض بتاعتنا خدمه كويسه وجبناها من مشتل محترم، ما يكونش رشش الشتله مثبتات زي اللي بيحصل والعك اللي بيحصل في مصر الحبيبه يعني، تمام؟ بالنسبه للجماعه بتوع المشاتل ربنا يهديهم علينا. بعد كده يا جماعه بنبدا نشتل، والشتل بعد ما نجاح الشتل بتاعك بتبدا سيادتك تشتغل في قصة الأعفان بتاعت الجذور بأي مادة من اللي قلنا عليها قبل كده، يونيفورم، تشجرين، توبسين، أو ياريت توبسين مع تشجرين، أو ياريت يونيفورم عشان أعفان الجذور عندك، أو تعامل بيونيفورم والآخر يعني وانت طالع من المشتى كده يوم الزراعة تعامل بيونيفورم نص سنتي في اللتر غطس فيه الشتلات كاملة، حتى مفيش مشكل، حتى النمو الخضر غطسه، حتى النمو الخضر غطسه مفيش مشكل، الصينية كلها حطها كده وسيبها لما تنشف وزرعها، تمام؟ بعد 3-4 ايام تحقن بقى اللي في التربه، ايه؟ تغير الماده الفعاله، تحط ايه؟ تحط تشجرين مع توبسين، او توبسين مع روزوليكس، او روزوليكس مع منقط، وهكذا يعني. هتلاقي الدنيا عندك يا زول تمام التمام 100 100. يا ريت تسقي بكاسه احسن لك عشان التركيز يكون عالي يا جماعه، بكاسه جنب كل نبات كده وهو صغير. بعد ما عملنا القصه دهيت ونجح الشتل عندي بعد 10 ايام تبدا كل يوم ويوم تحط لنا في القوس 9 في 60 او ال1000 نبات ده، هم ال1000 نبات هتحط لهم ايه؟ 20 20 20 بس من مصدر محترم. طيب لو انا عايز اظبط المصدر يا جماعه، او عايز اخلي ال 20 20 ده هو يبقى كويس خالص، حتى لو يعني جاي من يعني مثلا عندك شركات عالميه، مثلا مش هسمي برضه، بس في شركات عالميه وليكن زي يارا مثلا، شركه عالميه بالنسبه لل 20 بتاعهم يعني متفوق جدا، او جميع العشرينات اللي صادر من الاتحاد الاوروبي بيبقى بصراحه كويس، تمام؟ طيب انا عايز ازود الفاعليه غير الخلط في 20 20 يا جماعه، تصنيع وفي خلط اساسا، يعني انا ممكن اجيب لك نترات النشادر واجيب لك الماب واجيب لك النترات البوتاسيوم واقدر اخلق لك منهم 20 20، ولكن لكل واحد يا جماعه هم عندهم لهم شغل تاني في التصنيع بتاعهم بصراحه يعني، فاهمني؟
فالتصنيع شيء والخلط شيء تاني خالص يعني، فهمني. فالعشرينات اللي بتصنع في ديوالنا العربية أعتقد أن معظمها كله للأسف الشديد خلط مع بعض بالمعادلة السمادية 2020، ويعني عيل في كل الزراعة هيقدر يعمل القصة دي، قصدي شاب راجل يافع مهندس في كلية زراعة، أولى كلية زراعة، هيقدر يعمل القصة دي، متأسفين. بعد كده هتحط في يوم ويوم كيلو ونص تمام، أو كيلو واحد 20-20-20 للقوس الألف الألف نبات. طيب لو أنا عايز أزود القصة دي أعمل يا جماعة؟ حاجة بسيطة جدا، تحط لتر حمض، كيلو حمض نتريك معاك، حط كيلو حمض نتريك معاك، هتلاقي مع المادة العضوية مع حمض النتريك مع شوية المية مع شوية العشرينات اللي أنت بتحطهم دول، هتلاقي الزرع بيفور معاك بطريقة غير عادية، وسمعنا الصلاة على النبي. يعني هتلاقي الزرع فعلا بيشتغل معاك، حمض النتريك رهيب، نبقى قللك البي اتش وبيبدأ يتفاعل مع المادة العضوية ويحلل المادة العضوية مع المية تمام، فهتلاقي عندك أمور النبات كله ميسر، يعني كل العناصر هتلاقيها ميسرة بفضل ربنا أو بفضل لتر حمض النتريك اللي انت بتحطه مع اللتر أو الكيلو العشرين عشرين ده هوت. ممكن يوم حمض نتريك مع عشرينات، تفوت يومين وتحط على اليوم الثالث برضو في الشهر الأولاني، أو ما تنساش برضو بعدها ياريت تحط مرة على الأقل مرة بس كل يعني 10 أيام حتى في الأول كده نطرات كالسيوم، وما تنساش تحط كل أسبوع مرة هيومك أسد، هيزبط لك الحياة خالص وتلاقي الدنيا كويسة جدا. طيب بعد كده في الفلفل الحريف، بعد كده مجرد ما ابتديت تشوف الأزهار الجميلة دهيت اللي طالعة دهياً، ياريت شغال برضو زي ما انت، بدل ما انت بتحط مرتين عشرينات، لا حط مرة عشرينات وحط مرة بوتاسيوم مع عالي بوتاسيوم مع عالي فوسفور، ومرة عشرينات ومرة نترات كالسيوم ومرة يومك، هتلاقي الأمور معاك ماشية كويسة جدا. لا عايزة جدول ولا عايزة برنامج يعني تمام، هتقدر انت تدير القصة دهيت مع نفسك وهتلاقي الأمور كويسة جدا 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 معاك تمام. بعد كده يا جماعة هنخش على قصة التربية بتاعتنا. التربية زي ما انت شايفه اهو، التربية زي ما انت شايفه اهو، هتحط الخيط دهوت المصورة اهي، تعالى المصورة اهي، وكل 15 سنتي اهو، كل 15 سنتي بنحط خيط اهو، اهو الخيط هتلاقي طبعا الفلفل دهوت، طبعا مرشح لنا اخونا المهندس محمد خيري من مصر، وما شاء الله يعني حاجه ثمره يعني، الله اكبر حاجه بصراحه، يعني لاول مره اشوف حاجه محترمه زي كده يعني امانه يعني. اه زي ما انت شايف اهو، هنيجي من هنا شايف، بسم الله ما شاء الله. فبنيجي الماسوره اهيت، هتسيب اهو شبر اهو ماشي، ونبدا نحط خيط اهو تمام. والخيط بيبقى من بره ومن جوه بنسند به بس به النبات، كمان 15 20 سنتي بنحط الخيط الثاني، وهكذا لحد ان شاء الله ما هنوصل لفوق ونجمع بسلم كمان تمام. دي التربيه بتاعت الفلفل، ولا تقص منه حاجه ولا لك دعوه باي حاجه خالص تمام. وفي فلفل، في فيديو عن تربيه الفلفل عامله المهندس محمد خير، ممكن تدخلوا على القناه بتاعته وتشوفوه برضو يعني كويس جدا فاهمني. هو ليه طريقة يعني كده، ولكن هنجربه برضو الطريقة. بعد كده يا جماعة بنبدأ في برنامج المكافحة، بنبدأ في برنامج المكافحة، مكافحة الفلفل الحريف تمام. مكافحة الفلفل الحريف، لا بس يقول مش رجب الشبراوي اللي بيتكلم، لا رجب الشبراوي اللي بيتكلم. مكافحة الفلفل الحريف، احنا عندنا شوية أمراض، أول حاجة المهارات الفيروسية، وإن هو هيصاب برضو بالذبابة البيضاء. طب نعمل إيه؟ مش الزبابة البيضاء وبس، والعناكب، والعناكب ومعاك كمان ال 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 معاك العناكب ومعاك الأكرس. الأكرس يا جماعة لما بيوصل هنا في القمة النامية هنا بوقف القمة النامية دي، سواء في أي فلفل كان، ده دمار بصراحة. طيب عشان أخلص من القصة ديت بأقل التكاليف، هقول لك على وصفة كويسة تعملها. أول حاجة هتجيب الفرتمك، ده أساسي، معاه الكونفدور ومعاه الديسيز ومعاه اللمبادة، ثلاثة أهم، أربعة، أربعة أهم، الفرتيمك مع اللمبادة مرة
الفرتيمك مع الديسيز مره، الفرتيمك مع الكونفدور مره، تمام؟ دول هيعمل ايه؟ انت بتضرب عصفورين بحجر، لا يمكن لو عملت اللي انا بقول لك عليه يجي لك لا ذبابة بيضة ولا فيروسات، ولا هيدخل عندك اصلا الحلم الدودي او الاكروس او العنكبوت، قول زي ما انت عايز تقول، لا يمكن يدخلوا عندك في الفلفل طالما بتستخدم دول. طيب اعفان الجذور طبعا قلنا عليها اللي هي الفطريه الارضيه. طب بالنسبه اخطر مرض يصيب الفلافل او الطعميه او الفلفل بالنسبه لي الشتاء، اخطر حاجه بتصيبه في الشتاء هو البياض الدقيق. يا جماعه البياض الدقيق من الحاجات اللي هي قادره ان هي تفني البيت كله وتخليه، بتسقط الورق بتاعه، والورقه هي مصدر الغذاء، والغذاء طالما الورقه ما صنعتش يبقى الثمره ملهاش لازمه، هيسقط الازهار بتاعتك، لان الازهار لو في بياض دقيقي هتبص تلاقي ما شاء الله كلها بتبدا تنزل بالنسبه للازهار، تسقط كلها، ودي مشكله جدا. البياض الدقيقي خير وسيله للدفاع الهجوم، اهجم عليه قبل ما يهجم انت، قبل هو ما يهجم عليك ويدمر لك الدنيا، بحيث انك انت ترش حاجات يعني تكون ما بين المبيدات جهازية، ما بين الوقائية والعلاجية في نفس الوقت، تمام؟ ابدأ بحاجات صغيرة زي النحاس، الحاجات النحاس، وبعد كده ممكن تدخل بحاجات تانية زي العائلات زول دي اللي هي موجودة، الفلنت والفلنت وعندك التوبسين كويس جدا برضو، بس كوقائي مش علاجي بصراحة، تمام؟ ممكن الروبيجان ممتاز جدا، ممكن حاجات يعني ما شاء الله في بالنسبة لي التليندو بتاع شركة أجريماتكو من أفضل الحاجات اللي شفتها للبياض الدقيقة، لأنه بيدي لك حماية 14 يوم كمان بعد الرش. يعني في حاجات كتيرة، ابحث هتلاقي حاجات كتيرة للبياض الدقيقي اللي هو ممكن يعمل لك مشكلة فعلا، يعني ان انت عندك فعلا العناكب والبياض الدقيقي لو قدرت تخرج بالفلفل منهم، اعتقد ان انتاجك هيكون بنسبة 90% ممتاز جدا جدا جدا، تمام؟ كل عام وانتم طيبين، وكل موسم فلفل وانتم بخير، والقاكم على خير بإذن الله تعالى، وان شاء الله بإذن الله تعالى يعني يكون موسم سعيد عليكم في الأسعار وفي المحصول، لأن بصراحة ربنا مهما كان المستهلك مش متضرر أو في الخضر يعني قد المزارع ما هو متضرر، فربنا سبحانه وتعالى يستر الناس كلها. وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجمعة مباركة عليكم جميعا إن شاء الله. أخوكم رجب الشبراوي.